أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عناشة صح. عناشة صح عشان بإذن الله حياتنا كلها تبقى صح. النهاردة منورنا أستاذ هيثم سعيد وأستاذ زياد محمد، منورين. أستاذ هيثم صاحب مراكز رينو أوتوفيكس، وأستاذ زياد المدير التنفيذي رينو أوتوفيكس، منورين الدنيا كلها. منور الدنيا كلها. منور يا أستاذ زياد القناة، ومنور مدينة الإنتاج الإعلامي. في البداية ممكن تعرف المشاهدين بحضرتك؟ اسمي هيثم سعيد، احنا اصحاب مراكز اوتوفيكس، ملي الصيانه بتاعتنا متخصصه في العربيات الرينو. الرينو بس تحديدا. حلو جدا. استاذ زياد ممكن اعرف من حضرتك العنوان بالظبط؟ العنوان خدمات البنفسج 2 في التجمع الاول بجوار معهد تجان، خلف يعني في مثلا مطعم مشهور اسمه بروكار، هو في خلف مطعم بروكار. يعني في التجمع الاول في البنفسج كام؟ البنفسج 2. البنفسج 2. طيب نعرف من حاجه، ايه الخدمات اللي بتقدموها؟ احنا متخصصين في صيانه العربيات رينو بلس العفشه، اي حاجه جوه الموتور او في العفشه بتاعه العربيه من اللي بنبدا ان احنا نتعامل عليها، ايا كان العطل فين بنبدا ان احنا نتعامل عليه ونخلص فيه ونصلحه على طول. هايل جدا. طب احنا عرفنا العنوان، عايزين نعرف هل في ناويين تفتحوا فروع تاني ولا ايه؟ ان شاء الله في بلان لينا ان احنا نبدا نتوسع في ليها. يعني التجمع احنا بدانا بالتجمع الاول، المفروض ان احنا نتحرك بعد كده كمان للتجمع الثالث، وبعد كده نبدا نطلع على اكتوبر والشيخ زايد، ومن هنا نبدا نعمل شبكه بعد كده لينا للفروع بتاعتنا. لرينو بقى. لرينو لان انتوا برضو متخصصين في الرينو بذاته. بالظبط. طيب كنت عايز اعرف حاجه، قطع الغيار اللي عند حضرتك، اما يجي عميل مثلا وانت عندك قطع غيار اهو، يقول لك مثلا عايز اغير قطعه الغيار كذا، ولا انت بتكشف الاول وبتعرف فيه ايه وبناء عليه بتحدد هتاخد من عندك ولا من عنده، ايه اللي بيحصل في موضوع قطع الغيار؟ رقم واحد لازم اكشف العربيه طبعا ونعرف العطل فين وايه الجزئيه اللي هتتغير، لان مثلا الكشف دوت انت ممكن نطلع اكتر من حاجه تتغير. رقم اتنين بنبدا ان احنا نوجه مالك العربيه الاعطال في الجزء ده والجزء ده والجزء دوت، ونقدر ان احنا نجيبه لك، او لو انت تحب ان انت تجيبه. ايه الاحسن، ان انت اللي بتجيبه عشان يبقى على ضمانتك، ولا انت بتجيبه على ضمانته؟ الاحسن ان انا بجيبه، لان انا ببقى عارف الصح للعربيه ايه. يعني بيبقى في اكتر من قطعه غيار وبكذا صناعه. احنا بنبقى عارفين الصح للجزئيه ديت ايه، سواء كان جاي من بلاد شرق اسيا، سواء كان جاي من اوروبا، ايا كان المصدر بتاع قطعه الغيار، احنا بنبقى عارفين انهي الاصلح للعطل دوت. طب لو هو جاب لك قطعه الغيار وانت شايف انها مش ولا بد او مش هتبقى كويسه، بتعمل ايه؟ رقم واحد لازم انصحه الاول القطعه ديت، سواء مثلا خامتها رديئه، ممكن تبوظ بسرعه، ممكن، لان احتمالات العربيه، انت دايما بالعربيه بتكوني على طريق. الطريق دوت ما بيخليكيش ان انت لو حاجه باظت منك لازم هنقف طبعا. فدايما نصيحتي اليوم، لا، طالما في ايدي ان انا اجيب قطعه الغيار الاحسن للعطل دوت اجيبها، حتى لو كانت الاصل بتاعت العربيه احسن لي، هدفع شويه زياده بس هتعيش معايا اكتر، وهبقى مامن على نفسي ان انا ماشي في طريق العربيه ما تعطلش بيا في اي وقت. طب لو العميل صمم ان هو يحط قطعه الغيار دي، بتبقى على مسؤوليته الشخصيه؟ بعد النصيحه بقول له احنا ركبتها حضرتك بناء على طلبك، بس خلي بالك ان انت لازم كل فتره قريبه، ما بتبقاش فترات بعيده، يعني مثلا لو القطعه الاصليه بتعيش 5000 كيلو، لازم خلال 3000 تكشف عليها مره ثانيه. لو حصل اي تروب عندك على الكنترول قدامك على الشاشه، لازم ترجع علشان خاطر لو فيها اي مشكله نلحق نتداركها قبل ما تحسب بانها مشكله اكبر. يعني هل فعلا المشكله في بدايتها في موضوع السيارات وصيانتها وقطع في الاول احسن ان احنا نحلها، غير لما نسيبها بتتلف مع حاجه تانية لو احنا سيبنا العطل؟ بص حضرتك، احنا احتياجاتنا للعربيه بقت ديلي ملي الاساسي في العربيه، انا ما فيش مشوار بنروحه الا بالعربيه. اكيد اي عطل في العربيه هيخليني اقف على جنب واستنى ان ونش يجي يشيلها، دي مشكله كبيره. ليه؟ لان هيعطل لي وقتي، وفي نفس الوقت تكلفه برضك زياده. أكيد. فالاحسن ان انا ابقى متدارك العطل دوت اول باول. من اول بالظبط، تصليح في الاول احسن. بالظبط. ولو القطعه طالما انا اختياري ان انا هجيبها مش الاصليه، لا، بعد اذن حضرتك، لو هي عمرها 5000 كيلو، احسن على 3000 كيلو و3500 تعمل تشيك عليها، بحيث لو في اي مشكله بدات تظهر نلحق نتداركها في الاول. نحلها في اولها. بالظبط. طب الصيانات الدوريه يعني بناء على ايه بنحددها؟ بناء على ايه بتشوف ان العربيه دي عايزه خلاص صيانه؟ بناء على ايه العميل يعرف ان خلاص لازم اروح اعمل صيانات؟
بص عليك اللايف بتاع الصيانات هو تو لاين. العربيات الزيرو هي بتبقى اوريدي عندها جدول بالصيانات على حسب الكيلومتر بتاعها بتروح تعمله. لكن العربيات المستعمله ملي انا بفضل ان انا مع كل غيار زيت اعمل تشيك، مش هخسر حاجه، اعمل تشيك على كل جزئيه. لو انا حسيت ان العربيه الصبح اخرت معايا في الدواره لازم ان انا اعمل تشيك عليها. بتاخر ليه؟ لان مع يعني في اوقات كتير بنبقى مستعجلين طبعا والعربيه ما بتسعفناش نظرا لان احنا اخرنا في الصيانه. في الصيانات بالظبط في جدول للصيانات او انت بتعمل مع العملاء اللي بيتعاملوا معاك على طول جداول؟ العملاء اللي بيتعاملوا معايا دايما بقول لهم لو انا غيرت الزيت على 5000 او على 10000 مني لازم نعمل تشيك كمان على العربيه. ليه؟ لان انت مش ضامن الصيف وحرارته ومش ضامن يعني الاعداد دي ممكن يخونك في اي وقت. فبيني مع كل غيار زيت لا لازم اعمل تشيك. لو حصل اي حاجه انا بكشف بالجهاز بتاع العربيه طلع لي ايرور بنبدا ان احنا كل البابلز ديت لازم نفرغها اول باول، نحلها اول باول احسن عشان الموضوع ما يزيدش معانا. وده كمان بيحافظ على عمر العربيه. يعني ملي ان العربيه بتخليكي انت ماشيه حاسه بالعربيه بتاعتك، حاسه ان هي عمرها ما وقفت بك في طريق، انت بتبقى مطمنه ليها وانت راجعه. طبعا لان هي بقت ايد ورجل الناس. بالزبط. المشاوير والكباري بنحتاج عربيات على طول. بالزبط. ما ينفعش نقف يوم. استاذ زياد، هل عندكم خدمه تصليح العربيات خارجي؟ يعني مثلا لو جالك حد عميل عطلان في حته وكلمك ايا كان المكان وقال لك انا عطلان في الحته الفلانيه ينفع تسعفني؟ هل بيتم ده ولا ده بصعب؟ اكيد طبعا بيتم ان احنا نسافر على الطريق. مثلا اذا حصل موقف معين مثلا تحديدا، اكيد في موقف معين طريق عربيه كانت عميل كلمنا عطلان على طريق السويس ان عنده سير المجموعه اتقطع. مبدئيا سير المجموعه بتقطع بتمشي العربيه على البطاريه، فلما البطاريه بتفضل ممكن عربيه تقف كهرباء، ان السير ده بيشحن الدينامو فهو المسؤول ان الدينامو يفضل فيه كهرباء، فعربيه تبقى فيها كهرباء فعربيه ماشيه. فلما السير ده اتقطع منه فضل ماشي بيها ما خدش باله ان الارم يصغر على الشاشه ان نور البطاريه انور، ففضل ماشي بيها لحد ما البطاريه نامت وبعدين فعربيه بطلت منه. فكلمني وفعلا توجهت له وغيرنا السير وحلينا مشكله في مكان العطل. في نفس المكان؟ في نفس ده المكان. كان على طريق سفر ولا على ايه؟ كان على طريق السويس. طريق السويس رحت له فعلا وخلصت رحت له الموضوع ده. احنا عطلنا كلها يعني في خلال القاهره عادي، يعني في اي مكان اي مكان لو بالزبط. حد كلمكم بتروحوا بتتواصلوا معاه وبتروحوا تعملوا له العطل ده، هايل جدا طبعا. على فكره حتى كمان لو احنا لقينا حد عطلان على الطريق احنا بنقف له وهو ليه مطلق الحريه. يعني مثلا انا عطلت، طب انا واقف معاك، خلي بالك الصوت دوت معناه ان حصل في العربيه 1 2 3. حلو جدا. الواحد 2 3 لو عايز تعمله عندي احنا معاك، لو عايز ونش انا هتاني واقف معاك لحد ما تاني العربيه بتاعتك على ونش. في الاول وفي الاخر العلاقات الانسانيه ملهاش دعوه بالعلاقات التجاريه. حلو جدا. ده حاجه محترمه جدا يعني طبعا. العميل طالما في مشكله انا لازم احلها ولازم على الاقل ابقى واقف جنبه لحد ما يوصل لاقرب نقطه. هايل جدا. طب انا عايز اعرف بقى شخصيا ايه الفرق بين المايه الخضراء والمايه الحمراء اللي بتحطوها للعربيات؟ يعني بناء عليه انا هشتري مايه خضراء او هشتري مايه حمراء؟ بص حضرتك، المايه الخضراء والمايه الحمراء يعني هي كلها تركيبات كيميائيه. الهدف منها ان هي تقليل حراره الموتور. على حسب بلد المنشا للعربيه احنا بنحاول نتعامل على الاساس دوت. في عربيات بتحتاج المايه الخضراء وفي عربيات بتحتاج المايه الحمراء. ملي مثلا العربيات اللي خارجه من شرق اسيا غير العربيات اللي خارجه من اوروبا. أكيد. دي ليها درجه حراره، يعني مثلا اوروبا فيها كميه برد وثلج كتير، لازم نتعامل معاها بالتركيبه الكيميائيه اللي الوكيل اقرها. يعني انا ما ينفعش اخترع من دماغي اقول لهم بقول لك ايه لا حط تركيبه 1 2 3، لا لازم الوكيل اللي مصنع العربيه هو بيبقى حاطط الجايد اللي العربيه تمشي عليه. هو ده كل الفرق. على حسب التركيبه الكيميائيه بتاعت الميه نفسها هي بتتناسب مع انهي موديل عربيه ومع انهي بلد المنشا بتاعتها ايه. هايل جدا. طب دايما العميل بيبقى عنده مشكله في مراكز الصيانه ان بيركب ارخص قطعه غيار باعلى الاسعار، ايه الموضوع ده وبتحلوه ازاي؟ انا يعني اي عميل بيجي يتكلم في قطعة الغيار لازم رقم واحد اعرض عليه اوبشن واثنين وثلاثه. وحتى لو هو متمسك بالاوبشن الرخيص انا لازم في الاول وفي الاخر زي ما بدانا كلامنا لازم اديله نصيحه، خلي بالك الاوبشن ده مش هيمشي كتير. الاوبشن ده مش سيف للعربيه. لازم انت تركب اللي المتطلبات العربيه محتاجاها، بمعنى اصح ان ما ينفعش تبقى الخامه ضيقه فانا بدفع فلوس قليله في حاجه ممكن تسبب لي مشكله في جزء تاني. يعني مثلا حاجه زي سير الكتيره،
سريع كتينة لو ملهوب مش بالمواصفات بتاعت العربية أنا ما ينفعش أركبه. ليه؟ لأن لو قطع أنت هتعمل إيه على الطريق؟ وهتخش في مشكلة أكبر، ده أنت داخل في صبابات ووش سلندر، أنت داخل في حاجات كتير. فما ضحيش بمبلغ قليل على سبيل إن أنا أخش في هدك ممكن يكلفني ألفات. ألفات، الموضوع ممكن يفتح معانا بأكتر من كده. بالزبط. طيب قطع الغيار اللي حضرتك بتستخدمها جوه المركز بتاعها فعلا بتبقى متأكد وموثوق منها إنها تمام؟ بص يا فندم، بتتعامل مع حد معين موثوق منه مثلا؟ لازم قطعة الغيار لازم أجيبها من المستورد، ولازم أبقى إشمعنى إشمعنى بقطعة الغيار لازم تجيبها من المستورد؟ المستورد رقم واحد هيديني البرايس اللي أنا هقدر أخدم بيه العميل بتاعي، إن هو ما يبقاش عندي قطعة الغيار بإكس وبره بنص إكس، ما ينفعش. ديت ليها تمن ودي ليها تمن، فالمستورد هو الوحيد اللي بيقدر يتحكم في السعر اللي هو بيديهولك، اللي انت تقدر تقدم بيه نفس قطعة الغيار بنفس السعر للعميل بتاعك، وفي نفس الوقت انت بتبقى ضامن هو جايبها ازاي، نظرا لتعاملاتنا الطويلة معاه. يعني مثلا التجار بتوع قطع الغيار اللي احنا بنتعامل معاهم دايما هو بيتعامل في الجزئية اللي هي بتيجي الجزئية بتاعت الصناعة ذات نفسها، سواء كان فرنساوي تركي بيجي من شرق آسيا، الحاجات ديت بيبقى ليها مواصفات معينة، ولازم تبقى متأكدة ان المواصفات دي متحققة في قطعة الغيار. حلو، لان انت عارفة ان صناعة قطع الغيار تحت بير السلم كتير، اكيد طبعا دي ممكن تبوظ عربيات، الزيوت ذات نفسها بقت بتتعاد تدويرها تحت يعني الحاجات دي كلها لازم تبقى مطمنه ان جركن الزيت وهو بيتحط في العربيه هو تكه الامان. دي مهمه، لازم العميل يبقى شايف وهو واقف ان انت بتفتحي جركن الزيت قصاده، دي بتفرق نفسيا معاه. استاذ هيثم بيوجه رساله لكل الناس وكل المشاهدين ان لازم وهو بيغير الزيت لازم نسمع تكه الجركن عشان ما يبقاش معمول يعني باي طريقه مش موثوق منها، وعلى قد ما نقدر كل ما العربيه الموديل بتاعها بيرجع لورا على قد ما انا لا اتعب شويه اصرف شويه غير فلتر الزيت مع غيار الزيت. ما تسيبش فلتر الزيت لغيار وغيار، دايما اسعى ان العربيه بتاعتك دايما تبقى فايقه على الطريق. لان ده بيجنبك مشاكل كتير ممكن تحصل بيك في اي وقت. اكيد ده انت لو نسيت تغير فلتر الزيت في المره الثانيه المره الثالثه ممكن تعمل لك مشكله. ومعلش انا اسف برضك ان طرمبه الزيت او المكنه اللي بتبدا تتحكم في ضخ الزيت جوه الموتور تغييرها صعب، مبلغ كبير، ارقام، فبلاش نخش في مشاكل كبيره مقابل ان احنا بنمشي القطع بنمشي الدنيا بالزبط. بنمشي الدنيا بنخش في مشاكل كبيره ممكن نحلها من الاول باسرع من كده. بالزبط. رينو فعلا لازم يكون ليه مراكز متخصصه؟ اشمعنى؟ لان رينو عربيه فيها تكنولوجيا كبيره، التكنولوجيا الكبيره لازم قصادها تبقى انت عارف انت بتتعامل معاها ازاي، لازم تبقى انت عارف انت بتقرا الاعطال الايرور اللي بيطلع لك على شاشه الكمبيوتر ازاي، ما يبقاش انا واخدها بالشبه هو اصل هو كاتب تاير دي معناها لا، لازم ابقى عارف العطل اللي طالع قصادي هو طالع بكلمه ايه، والكمان اللي تحتيه يبقى ايه، يعني ما هو العطل دوت هو طالع في بارت معين جوه الموتور. في اكيد كل الموتور متربط مع بعضه باجزاء. طب ايه الجزئيه اللي بتخدم على الجزئيه ديت؟ لازم اكشف عليها هي كمان، لازم اشوفها. فتوجيهات العربيه لاي مركز خدمه مش متخصص في النوع بتاعها لازم بيعقبه مشاكل تانية، ايا كان انت ممكن تنسى تربط مسمار، المسمار دوت بيتحكم في، يعني حضرتك عايز تقول ان مش الرينو بس، اي عربيه لازم نروح المتخصص بتاعها. بالظبط، يعني كيا يبقى نروح كيا، رينو يبقى نروح رينو، اي موديل عربيه لازم تروح للي فاهم فيه وعارف هو قد ايه بيقدر يخدمك بالانفو بتاعتك. ليه؟ لان معلش انا اسف، مسمار لو اتربط غلط ممكن يزود دخول الهواء ويكتر دخول الهواء، ده يعمل لك ان الموتور ما هو ثابت طالع نازل. فلازم ابقى عارف انا بتعامل مع ايه معاها، ده غير ان اي عربيه بتظهر احنا بنبدا نتعامل معاها بنبدا نذاكرها بمعنى اصح. ولازم اي موديل نازل جديد لازم احنا بنذاكره، لان مش من يعني مش من السهل ان انت تخش في تعقيدات طبعًا الكترونيه الا اذا كنت عارف حاجه زي كده لما كنا دارسها. بالظبط. طيب حاجه على المعلومه دي اتفضل. برضو مراكز الصيانه اهم حاجه ان احنا نكون نروح مركز الصيانه ونكون متخصص في مركز الصيانه بالظبط، عشان ساعات بيكون في اعطال في عربيات مثلا في جزء معين. فانا ممكن اشخص العطل، يعني مثلا يكون عندي عطل في بريك الفرامل عندنا في رينو مثلا، او في عربيات يكون عندك عطل في بريك الفرامل ياثر عندك على الفتيز،
يعني الفتيس بيخش حاجه اسمها سيف مود فتلاقيه بيأخر في الغار النقل، فممكن اروح على مركز صيانه اقول له انا عندي فتيس بيتاخر، الفتيس العربيه ما بينقلش كويس، فابتدي المركز الصيانه مش عنده المعلومه ان ممكن يكون البريك عندي فيه مشكله فيدخلني في مشكله ثانيه في فتيس، فابتدي ان انا اعمل احل العطل بطريقه غلط. ان انا افك الفتيس واخش في تكلفه كبيره ثانيه غير التكلفه الاساسيه، ان انا عندي ممكن حساس في الفرامل في البريك هو اللي عامل الاساس ده. فاحنا عندنا رنو مرتبطه يعني ممكن حتى برضو في بتطلع اعطال في عربيه ونفس العطل في عربيه وعربيه ثانيه من اختلاف الماركات، دي حلها حاجه ودي حلها كل حاجه وليها حاجه بالزبط. كل حاجه وليها حاجه يعني كل ماركة عربيه وليها حل. ليها عطل نفس العطل ممكن يكون في عربيه ثانيه ماركه ثانيه بس دي ليها حساس معين مش موجود في نفس العربيه دي بس دي عطلها حاجه. المفروض الناس تعرف ده لان حتى الناس بيوجهوا نصايح لبعض ما بيرجعوش للمتخصص انا عربيتي حصل فيها كذا، طب انت بتديله النصيحه انت ممكن تضره بالزبط. فالمفروض نرجع لمتخصصين يعني مثلا برضه ممكن يكون حساس في دوره التكييف في مشكله حاسس دوره التكييف في مشكله ممكن ياثر على حاجه في الموتور يعمل شيك انجكشن على الشاشه عندك على العداد فشيك انجكشن دي في الموتور فبتوجه ان انا اكشف على الموتور واحل ان اي عطل في الموتور انا شايفه رغم ان في الاساس العطل حاجه ثانيه في دوره التكييف مالهاش علاقه. فهو اهم حاجه ان انت تروح لمركز صيانه هو عارف ان العطل ده ناتج عن 1 2 3. طب جهاز الكمبيوتر يا استاذ زياد هل فعلا بيقرا كل الاعطال؟ جهاز الكمبيوتر اللي بيبقى معاكوا ده بيقرا كل الاعطال؟ اكيد طبعا جهاز رينو المتوفر عندنا هو جهاز رينو كليب فقط متخصص بعربيات رينو فقط لا غير، ما بيكشفش على عربيه ثانيه، موجود فيه جميع كشف الاعطال على اي جزء في السياره كهرباء بيكشف عليها، وموجود فيه برمجه مثلا لو في وحده كنترول هتتغير ولا حاجه متوفر برضه على الجهاز ده برمجه خلاف اي جهاز ثاني ما بيكونش عليه نفس البرمجه دي. لان انا سمعت برضه ان لازم كل عربيه ليها جهاز كل ماركه بمعنى اصح ليها جهاز مش الماركه وبس لا هو يعني حتى الموديلات اللي جوه الماركه انت لازم كل واحده وبيبقى ليها برنامج فانت دايركت على طول حتى الجهاز اللي عندنا هو لازم يبقى ليه تحديثات دوريه بناخدها بنبدا ان احنا نظبطها على الانترنت بحيث ان هو بيتماشى حتى مع الموديلات الجديده اللي بتبدا تنزل لان القديم كل البرامج موجوده طب الجديد اللي بينزل لازم انا بسرش عليه وابدا اشوف ايه التغييرات اللي في السيستم ده عشان انزلها على الجهاز بحيث لما بيحصل عطل يطلع لي واقدر اقربه بمنتهى السهوله. هايل جدا. طيب في الفتره الاخيره انا سمعت بقى ان مش في مراكز تصريح رينو، في مراكز تصريح كاتجار، ايه الموضوع ده؟ ازاي دلوقتي بقت مراكز العربيه واحده؟ كاتجار العربيه انتشرت في الفتره الاخيره وبقت ملائمه لشريحه كبيره في المجتمع. ففي ناس كتير من اصحاب مراكز الخدمه خدوا اللاين بتاع الكاتجار نظرا لان هو في موديلات جديده هتنزل كل شويه من الكاتجار. انا يعني بحاول بقدر الامكان اقدر اناسب كل الموديلات اللي موجوده في العربيات الرينو. بدايه من الفئات اللي هي السي لحد الاي بحيث ان انا اقدر اوفي كل الناس حقوقها عليا. بالظبط. طب هل الموتور بتاع الكاتجار هو كاشكاي زي ما بنسمع؟ هو فعلا نفس الموتور باختلاف حاجات بسيطه جدا بس هو نفس المحرك اللي في الكاتجار هو اللي في نيسان. طيب ايه الفرق بين الزيت ال 10000 وال 5000 والناس تختار بناء عليه؟ هو يعني هو زيت ال 10000 المفروض للموديلات الحديثه الجديده ان هو لازم لزوجه الزيت معينه. الفرق بين الزيت ال 10000 وال 5000 هو لزوجه. الزيت ال 5000 لزوجته تمشي الزيت ال 10000 لزوجته تمشي ال 10000 كامله. اوكي. ويحافظ على الموتور من جوه ويعني زيت سلس في الحركه بتاعته. زيت ال 5000 يبقى زيت تقيل شويه على المحرك بيستخدموه في المحركات القديمه. اللي هو لو في عنده ترشيح زيت تسريب زيت فبيستخدم الزيت ال 5000 بيحس ان هو بينزل بسرعه ما يكونش التسريب اثر ان الزيت ناقص منه كتير. معلومه مهمه جدا. بس يعني في بعض المحركات من العربيات لازم تحط ال 10000 ما ينفعش اقل. زي مثلا الكاتجار التربو. السنة بتاعت اصلا كل 8000 كيلو ان التربو بيستهلك برضو من الزيت يعني التربو ليه جزء من استهلاك الزيت فالزيت الكاتجار لازم يتغير 10000 تحط زيت 10000 بس بينزل على 8000 كيلو على 8000 معلومة هايلة بصراحة. المركز بتاع حضرتك هل ميكانيكا سمكرة كهرباء يعني ايه الخدمات؟ متخصصين في الميكانيكا والعفشة وبالنسبة للكهرباء يعني لو هي حاجة عامه في الموتور بقدر اعملها لكن لو حاجه سبيشاليز قوي جوه الموتور لازم انقلها هتدخلوا سمكره قريب؟ ان شاء الله باذن الله دي موجوده في البلان ان احنا ندخل سمكره بس ان شاء الله يعني معتمد بقى على الاستاذ زياد ان هو ينجح في الموضوع. لو جالك عميل هيونداي كيا ممكن بتقدروا تساعدوه؟ بص يا فندم اي عميل يخش المركز عندنا ليه يعني مطلق الاحترام والتقدير ليه بس طالما انا مش متخصص في العربيه يعني لو هو مثلا العجله بتاعته نامت
حاجات هساعده. بسيطه ممكن تساعده بحاجات بسيطه، مش هنخش في حاجات كبيره لكن واحنا بالظبط لكن يروح لمتخصص اصلا، بس تقدر ان انت تساعده لو حاجه بسيطه حتى لو هو جالي والعربيه وقفت عندي، لا هجيب له الونش لحد عنده انقلها عندك 1 2 3 او اللي انت تختاره، بحيث ان هو يفهم اكتر مني في الموتور ده. طيب عايز اعرف منكم بقى نصائح كده للمشاهدين على الهوا عشان يحافظوا على عربياتهم. الحفاظ على العربيه ده يعني يعني بحر. رقم 1 انت لازم تحافظ على الصيانات، رقم 1 صيانات، رقم يعني 2 في اوقاتها ومواعيدها. يعني ما ينفعش ان انا العربيه امشي عليها 2-3000 كيلو زياده على الزيت، لا انا حطيت الخمسة حطيت العشرة، لازم لو اقدر كمان قبل الميعاد ده اغير يبقى احسن. ماشي، ده بيطول حاجه الصيانات الدوريه. تاني حاجه لازم اكشف كل فتره على الميه، على متابعه الميه. متابعه الميه دي حاجه مهمه جدا، خطيره في الصيف. يعني الميه قادره ان هي توقفنا ايام. الميه قادره ان هي تخليكي الموتور يحصل فيه دروب اكبر. فلازم اتابع الميه ولازم الميه. يبقى الصيانات الدوريه والميه. استاذ زياد نصحتك ايه للمشاهدين؟ اختيار مركز الصيانه بعنايه جدا، ويكون موثوق فيه، ويكون ليه يعني يعني يكون ليه يعني سمعه جيده. احسن من رينو اوتو فيكس صراحه. انا مجربه شخصيا يعني. اكيد يعني احنا هنجرب مركز الصيانه، وان احنا نعتمد على مركز الصيانه يكون فيها مقياس في العربيه. واختيار جوده قطع غيار دي مهمه جدا جدا جدا. يعني اهم حاجه ان اختار جوده قطع غيار، يعني ان انا اقارن بين الاوريجينال الاصلي او البدائل الاقتصاديه. في بدائل اقتصاديه كتير جدا، بس لو في امكانيه ان انا اركب الاصلي الاوريجينال يبقى افضل بكتير. او ان انا يعني اركز على قطع الغيار دي مهمه جدا. هي حاجه مهمه من اهم الحاجات. انا بشكركم جدا جدا على اللقاء ده، واكيد لنا لقاءات تانية لان انا استفدت شخصيا، واكيد كل المشاهدين استفادوا النهارده مع استاذ سايسم واستاذ زياد. اشكرك جدا على وجودك معايا. اشكرك جدا على وجودك معايا. اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتي بشكركم على حسن متابعتكم البرنامج هنعيشها صح. استنوني الجمعه اللي جايه.